وفي سنة 42 كان حصار الخوارزمية على دمشق في خدمة صاحب مصر. لاحظ يوجد تآمر فيما بينهم، يوجد تقاتل وحروب ومعارك وصراعات وتنافسات كما يحصل الآن، صراعات بين السياسيين، بين الأحزاب، بين الكتل، بين التوجهات، بين القوميات، بين الإثنيات، بين الطوائف، هذه تتصالح مع هذه وتتآمر على الأخرى وهكذا فيما بينهم، وكل منهم يعطي الولاء لهذه الجهة أو لتلك الجهة، لهذه الدولة أو لتلك الدولة، لهذا التنظيم أو لذاك التنظيم، يتحالف مع الشيطان هنا ومع الشيطان هناك، مع إبليس هنا ومع الأبالسة هناك. نفس الصراعات تتكرر بأثواب وبهيئات جديدة وتتناسب مع هيئة العصر وصيغة العصر ولغة العصر. يقول في سنة 42 كان حصار الخوارزمية على دمشق في خدمة صاحب مصر، واشتد القحط بدمشق، ثم التقى الشاميون ومعهم عسكر من الفرنج والمصريون ومعهم الخوارزمية. لاحظ، إذن هنا الشاميون تحالفوا مع الفرنج، مع الكفار، ضد المصريين والخوارزمية، ضد المسلمين. ثم التقى الشاميون ومعهم عسكر من الفرنج والمصريون ومعهم الخوارزمية بين عسقلان وغزة، واندك صاحب حمص ونهبت خزائنه وبكى وقال. لاحظ، هذا الشامي، هذا السلطان الشامي، هذا السلطان القدسي، اندك ونهبت خزائنه وبكى وقال: قد علمت بأننا لا نفلح لما صرنا تحت الصلبان. إذن أي صليب وأي صلبان يريد الدواعش كسرها، وها هم أئمتهم، ها هم سلاطينهم، ها هم خلفاؤهم وأئمتهم وفقهاؤهم يسيرون تحت الصلبان، يقاتلون تحت راية الصليب. فأي أكذوبة وأي نفاق وأي خرافة وأي شعارات أسطورية فارغة يرفعها الدواعش المارقة أبناء تيمية، هؤلاء هم أئمة المارقة، أئمة الدواعش، التزموا بما فعله أئمتكم وخلفاؤكم وفقهاؤكم ودولتكم القدسية ودولكم نصف القدسية واللا قدسية. يقول: وبكى وقال: قد علمت بأننا لا نفلح لما صرنا تحت الصلبان. واشتد الحصار على دمشق. إذن سلاطين الدولة الصلاحية القدسية المسلمون يتحالفون مع الفرنج ضد المسلمين الخوارزميين المتحالفين مع المصريين. إذن هذا يتحالف مع الفرنج ويعطي الجزية للفرنج حتى يدافع عنه الفرنج، وذاك يتحالف مع المغول ويعطي الجزية للمغول حتى يدافع عنه المغولي، حتى يسنده المغولي، حتى يسكت عنه المغولي، حتى يتصرف المغولي ببلاد الإسلام وبلاد المسلمين كيف يشاء ومتى يشاء. وتحالف الخوارزميون مع سلاطين الدولة الصلاحية في مصر ضد سلاطين الدولة الصلاحية في دمشق في الشام، فوقع القتال وتزهق الأرواح وتسلب وتنهب العباد والبلاد. وفي كل هذا أين ابن العلقمي يا ابن تيمية؟ وما رأيكم يا أمة المارقة بهذه العمالة والخيانة الصلاحية للإسلام والمسلمين؟ هؤلاء يقاتلون تحت راية الصليب الفرنجي، وأولئك يقاتلون تحت راية الوثن المغولي، فأي صليب تتحدثون عن كسره يا مارقة، يا دواعش، يا أبناء تيمية، فيما صار أئمتكم وخلفاؤكم وفقهاؤكم يسيرون تحت راية الصليب وراية الوثن؟